اهلا بيكم. دلوقتي معادنا مع فقرة الحلو. حلويات ممكن تكون فاكهة طازة، ممكن تكون فاكهة مجففة، وممكن تكون حاجة من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في رمضان وما عملناهاش قبل كده، وممكن تبقى الفكرة فيها من دي الصميد اللي بتعمل منه البسبوسة او اللي هو دي السمولينا بيبقى الناعم. المكونات والمقادير: سكر، بودرة، خميرة، حليب، مظهر، وسمنة. دول الاساس فيهم، دول كل المكونات اللي احنا بنستعملها مع بعض. بحط هنا المكونات الجافة، نحط شوية من دي السميد ومعاهم شوية من الخميرة، وعليهم بنضيف السكر، ممكن سكر خشن او سكر ناعم. لو في حالة بستعمل السكر الخشن بفركه مع الزبدة يعني او السمنة، بسيحه الاول او ادوبه مع السمنة. غير كده بنحط دول مع بعض هنا وبنخلط دول، تأكد ان هم اتخلطوا، وبعدين بضيف المكونات التانية اللي هي السائلة. حط قطع الزبدة، بتكون درجة حرارة الغرفة او السمنة، مش زبدة، زبدة سمنة بلدي، حطها هنا. بنخلط كل دول مع بعض، تأكد كل دول اندمجوا جوه مع العجينة. ودي بتعمل على مرتين العجينة. بضيف الحليب، حط شوية الحليب هنا، وبحط معاهم المظهر او الموارد. حط كل ده هنا، وتأكد ان انا قبل ما اروح الخطوة اللي بعدها ان كل المكونات دي تدخلت مع بعضها، يعني بتبقى زي فكرة يعني بنفرولها اكنها بالظبط رملة، بتبقى مرملة. فلو في اي زيادات هنا عندي بنزلها هنا، حطها بالطريقة دي واسيبها تنخلط، حطها كده. وبعد ما بتنخلط وتندمج كلها، تأكد كلها اندمجت واتفركت، اتفرولت من بعضها وبقت عاملة زي الرملة، ده بيكون الشكل بتاعها، يعني بيبقى فكرها انها بتبقى عاملة زي الرملة مرملة كده. يبقى دي تتحط عليها السمنة، تحط عليها السكر، وبعدين ده بضيف عليها في الخطوة الجاية، بضيف عليها السائل. والسائل في المرة دي هيكون مية، احنا حطينا مظاهر وموارد او مظاهر والسمنة، ودلوقتي بحط عليها المية. نجيب هنا هوت العجينة بعد ما خلطناها وتأكدنا انها كلها فرولت، وبضيف عليها شوية من المية، ودي باخدها على اساس افردها او امدها. نبتدي نعجنها، بضيف عليها المية هنا بالتدريج لغاية لما كلها تبقى عجينة او كتلة واحدة. شوية هنا من العجين، تأكد انها كلها بتتداخل، كل المكونات هنا بتتداخل مع بعضها. وممكن بمسك بايدي اوقف المكنة واحس بالعجينة نفسها، يعني اتأكد ان العجينة كده هوت سهل ان انا اخدها وافردها. فديت بتبقى فكرة العجينة، بس نتأكد ندخلها كلها في بعضها. وبعد كده دي ممكن تتعمل بطريقتين، ممكن نمدها نحطها جوه، نجيب صاج او صينية بناخدها ونحطها في قلبيه، نجيب السباتشولا هنا او المعلقة البلاستيك وافردها واحطها في قلب الصينية. ممكن يتحط فيها شوية صغيرين من السمنة او هي موجود فيها السمنة، فبحطها وبمدها، ده بتسمى في الحالة ديت ممدود، نمدها بالطريقة ديت. وممكن يتحط لها حشو، يعني ممكن ديت تتحط لها حشو مكسرات، والحشو اللي هنستعمله هيكون اللي هو اللوز او الجوز، والجوز بيتحط معاها شوية من الشربات. يبقى بعمل ديت هنا كده، اعمل لها بس حتة من الجنب وبنفردها بالطريقة ديت او نمدها بالطريقة ديت. فكرتها فكرة اللي هو زي المعمول، بس المعمول بتبقى السمنة سخنة وبتقدح عليه، بتساب قبلها بيوم. وبعدين بجيب الجوز، بيبقى مطحون ومحطوط عليه شوية قرفة ومعاه قطر، كمية كافية هنا كحشو، حطها في النص هنا وبفردها بالطريقة دي. نضغط عليها بالراحة، نسويها كلها، وبراعي ان انا ما بتروحش على الاطراف، يدوك بس كده هوت في النص. وبعد كده بنحط بقية الحشو، او بتبقى على اساس تبقى دية الحشو، نحطها تتفرد كده اهو.
ودي لو حبينا ممكن تتعمل اكواب، يعني اعملها اكواب، يعني اسمها ممدود، لكن ممدوده لما بمدها في صينيه اكواب، نفس العجينه بحطها واحطها في قلب كوبايات. ممكن نستعمل كوبايات المافن او كوبايات اللي هي الورق بتاعت المافن او اللي هو السيليكون اللي هو بيبقى نوع من انواع مش بلاستيك لانه بيستحمل الحراره. نوريكم دلوقتي ممكن يتعمل ازاي. المهم دي بتبقى الشكل بتاعها، بسويها من فوق هناوت، وبعد كده ممكن اتحط عليها بس شويه هنا من الميه بحيث ان انا اسويها من فوق، وبعد كده نشكلها او نقطعها نعمل لها شكل التقطيع اللي هتتقطع بيه. حط شويه هناوت بس من الميه، بسويها من فوق، تتاكد انها كلها هنا متساويه ومقفوله من الجناب علشان الجوز ما يتحرقش. وبعدين بنجيب حاجه نساوي بيها، نجيب السكينة وبنشكلها على اساس يبقى هي ديت الاشكال اللي هي ممكن تتحط فيها، او لما تطلع تبقى علامات ممكن تسهل عليا وانا بقطعها. نعملها بالطول وبالعرض بالطريقة ديت، نفس الشيء بنكرره بالطريقة ديت كده هوت. وبعدين بنحطها في فرن، حرارته بيكون 170 ديت. لو اتعملت بتكون ممكن 25 دقيقة ل 35 دقيقة حسب حجم الصينية اللي بعملها، او بنفس العجينة بنفرد العجينة وبتتحط جواها قشطة، يبقى ديت ممكن بالمكسرات، هنا ممكن تكون بالقشطة. بيدخلوا الفرن، ولما بتطلع ده بيكون شكل العجينة نفسها، يعني ديت بتطلع من هنا اهوت، بطلعها من قالب السيليكون. في الحشو بتاعها الاختلاف هنا ان احنا حطينا شويه من الفستق في القالب، يعني حطينا شويه فستق هنا اهوت قبل ما بنحط العجينه، شويه فستق بحط العجينه، بحط قشطه وبعدين بحط العجينه الثانيه، فبتبقى مقفوله وعليها الفستق من تحت. اما اللي احنا عملناها هنا كانت العجينه فيها من جواها المكسرات اللي احنا عايزينها، فديت ممكن اقدمها بشويه صغيرين تانيين من القشطه هنا فوقيها، وممكن احط معاها حبه بسيطه هناوت من القطر. يبقى عندي كاختيارات اللي احنا عملناه الممدود، العجينه اتعملت قوالب او اقراص، وبالاقراص ديت ممكن بنحطها في طبق على اساس اقدمها، وقبل ما تتقدم بتحط لها شويه من القطر، يعني هو خلي القطر، خلي كل واحد يختار ان هو لو عايز يضيف القطر بتاعه نحطها هناوت، نحط له شويه القطر، او بنعملها في طبق ودي بتتقدم بالطريقه دي. او لو حبينا اللي هو القالب اللي معمول او القطعه اللي هي معموله هنا اهوت، بنجيب سكينه وبقطع الحجم اللي انا شايفه يكون مناسب بتاعها بالطريقه ديت، نعملها مربعه بحجم السكينه اللي بقطع بيها، وبعدين برفعها من هنا اهو، وديت ممكن يتحط معاها شويه صغيرين برضو يا اما من القشطه او بضيف عليها شويه من القطر. يبقى نجيب حته هنا اهوت ونحطها، وممكن اضيف عليها شويه صغيرين هنا اهوت التاني من القشطه، وعندنا الفستق ممكن للتزيين، بس احنا عندنا واحده حشيناها فستق وواحده تانيه معموله اللي هي معموله بال مكسرات، يبقى ممكن شويه فستق صغيرين نوت والمكسرات الحشو، او الفستق فوق، يبقى انتوا عندكم توافيق وتباديل، ممكن محشيه قشطه او القشطه من فوق، شويه من القطر على جنب، او شويه من القطر عليها قبل التقديم. ده الممدود، اذا كنتوا عايزين تعملوه ممدود وتمدوه او تعملوه قوالب، الاختيار اختياركم، ان شاء الله ينال رضاكم.